لا يدرك الكثير من المصريين خطورة وجود اللاجئين في مصر ويتساهل في هذا الأمر ويقول لك يا عم سيبهم خليهم يأكلوا عيش الأرزاع على الله. عليك أن تدرك سيدي أن وجود اللاجئين في مصر يؤدي إلى انهيار مصر في ظل أوضاع مصر الحرجة. عليك أن تدرك هذا الأمر وعليك ألا تنحاز إلى العاطفة. أنا عايزك تركن العاطفة على جنب وقول لها اقعدي على جنب دلوقتي خلينا نحكم العقل. عشان كده جيت النهاردة اعرف الناس خطورة وجود اللاجئين في مصر، بس عايزك تشارك برأيك عشان نتبادل الآراء والأفكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتينا متحدثين ومتكلمين في قضية اللاجئين لأن هناك الكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر، لأن قضية اللاجئين لها أبعاد اقتصادية، لها أبعاد اجتماعية، لها أبعاد طائفية. لو بصينا على البعد الاقتصادي نجد أن مصر دولة كحيانة، اقتصادها تعبان كحيان، يعني احنا دولة استهلاكية. عارف يعني استهلاكية؟ يعني احنا كل حاجة بنشتريها من برة، كل حاجة بنستوردها من برة، قمح بنشتريه من برة، زيوت بنشتريها من برة، بترول بنشتريه من برة. بالتالي اللاجئين هيأثروا على الاقتصاد، هيأثروا على ايه؟ الاقتصاد، والشعب هيكح تراب، وبعد كده الشعب هيطلع في مظاهرات، يسقط الرئيس، يسقط الرئيس، وليه احنا نضغط على نفسينا؟ غير كده اللاجئون يؤثرون على المرافق الحكومية من صحة وتعليم وإسكان وما إلى ذلك. لو بصينا سيدي على التعليم في مصر، بص على المدارس عاملة إزاي، ازدحام داخل المدارس، عدد مدارس قليل، فما بالك سيدي بتزايد أعداد اللاجئين في مصر، فإن ذلك يؤثر على إيه؟ على التعليم، على الرغم من التعليم في مصر بيكح اضطراب. وبص على المستشفيات أو الصحة عاملة إزاي في مصر، الصحة في مصر متدنية، مستشفيات متدنية، فما بالك سيدي بتزايد اللاجئين في مصر، فإن ذلك يجعل ضغط على المرافق الحكومية. غير كده هنبص على الإسكان، الشقق والعمارات والإيجارات وما إلى ذلك، 3/4 الشعب المصري بيكح تراب. يعني الإيجار في مصر كان ب500 جنيه، 1000 جنيه، لو ضربوا الدم مش هيطلع عن 2000 جنيه. دلوقتي اتفرج على الإيجارات في مصر عاملة ازاي بسبب مين؟ اللاجئون. ده بيؤدي إلى انهيار مصر، بيؤدي إلى انهيار مصر على الرغم ان مصر منهارة اقتصاديا. يعني احنا بنكح تراب يا جماعة الخير، يعني بيقول لك عيان بيضرب في ايه؟ ميت. دي صراحة عشان ما نضحكش. غير كده اللاجئون يؤثرون على سوق العمل، بمعنى حضرتك موظف او موظفة، حضرتك عامل او عاملة داخل اي مؤسسة حكومية، فما بالكم يا سادة بتزايد اللاجئين في مصر على الرغم ان احنا عندنا عمال كتير، موظفين كتير. غير كده احنا بنصدر عمالة برا مصر عشان الناس تحسن فرصة المعيشة، عشان الناس تحسن من دخلها، فما بالك لما يجي اللاجئ ينافسك في فرصة العمل او في اكل عيشك داخل بلدك اللي هي ايه؟ بتكح تراب اصلا. فده بيأثر على الأجور، بدل ما الأجر يبقى عالي هيبقى إيه؟ منخفض، وحضرتك هتكح إيه؟ تراب. غير كده ده هيعمل إيه؟ بطالة. وما أدراكم ما البطالة؟ يعني أنت هتنام في البيت واللاجئ هيبقى إيه؟ شغال وانت نايم في البيت. ده بالنسبة لموضوع اللاجئين من الناحية الاقتصادية. لو بصينا على تأثير اللاجئين من الناحية الاجتماعية نجد أن اللاجئون لديهم عادات وثقافات ومعتقدات مختلفة عن المصريين، فبالتالي هؤلاء من الصعوبة ان هم ايه؟ يندمجوا مع المصريين او يتعايشوا مع المصريين. فبكده الجماعة دول هيعملوا ايه؟ نظام جماعات، نظام ايه؟ جماعات منعزلة عن مين؟ عن المصريين.
وعلى المدى البعيد هؤلاء هيعملوا ايه؟ هيعملوا نظام طوائف، او هيعمل لك البعد الطائفي. احنا اتكلمنا عن البعد الاقتصادي، ثم البعد الاجتماعي، ثم البعد ايه؟ الطائفي، اللي هو هيودي البلد في 60 داهية. يعني هذه الجماعات المنعزلة عن المصريين سوف تتكاثر وتتناسل مع بعضهم البعض، فبالتالي هؤلاء يشكلون خطر على مصر. لا قدر الله ممكن يحصل حروب أهلية، وكل طائفة من هذه الطوائف تطالب بحقها داخل مصر، ويؤدي إلى انقسام مصر، زي ما حصل في العراق، زي ما حصل في سوريا، زي ما حصل فين؟ في السودان. عشان كده بقول للمصريين خلوا بالكم على بلدكم، البلد ده سوف تنهار. بسبب مين؟ بسبب اللاجئين. وعلى الحكومة المصرية وضع قوانين وضوابط للحد من تزايد مين؟ اللاجئين. اللاجئين ما ينفعش ان انت تفتح البلد سداح مداح سيدي، عشان البلد دي هتخرب مش على ناس معينة بس، هتخرب على مين؟ على الكل. عشان كده بقول للمصريين خلي بالكو على بلد. ممكن واحد يسأل سؤال ويقول لي شمع عن المصريين قاعدين في دول الخليج زي السعودية أو دول أوروبا. هقول لك يا ريس إن المصريين راحوا هناك عشان يسدوا فراغ، يعني المصريين شغالين في مهن يصعب على أهل البلاد أن يعملوا فيها. يعني من الصعب أن تلقى مواطن سعودي شغال في مهنة الحدادة، من الصعب أن أنت تلقى مواطن خليجي شغال في مهنة السباكة أو مهنة التبليط وما إلى ذلك. ده بالنسبة للمصريين اللي رايحين دول الخليج أو دول أوروبا، يعني الناس دي رايحة تسد فراغ. غير كده مصر فيها عمالة، فيها موظفون، فيها محلات تجارية وما إلى ذلك. لو عايز تيجي عزيزي اللاجئ إلى مصر عليك أن تفتح مصانع عشان تصدر برا مصر، عشان تدخل لمصر عملة صعبة. غير كده